بسم الله الرحمن الرحيم. حمينا عسو، رئيس جمعية أغبال التنمية الاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أما بعد، أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل للطاقم الطبي والممرضين الذين تكبدوا عناء السفر لمزاولة مهنتهم ويزرعون البسمة في نفوس بعض الأسر المعوزة. كما أشكر السيد مندوب الصحة بإقليم خميسات على مساعدة مكتب جمعية أغبال التنمية الاجتماعية لإنجاح هذه القافلة الطبية، حيث بعث لنا واحدة متنقلة وبها أطر طاقم طبي مهم من الأطباء سيسهر على علاج المرضى. كما أشكر السلطة المحلية في شخص السيد القائد المحترم وأعوانه ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة على وقوفهم بجانبنا لإنجاح هذه الحملة الطبية. كما أشكر شركائنا الكرام من بينهم مصطفى وهبي والمكتب المرافق له الذي نسق معنا لإنجاح هذه الحملة. كما أشكر كل فعاليات السياسية والجمعوية الذين تسهر معنا لإنجاح القافلة الطبية لمساعدة الأسر المعوزة. كما أشكر كذلك الأخت الحاجة أمال دحان والأخت أمنية على توفير لنا اللوجستيك لإنجاح هذه الحملة الطبية كذلك، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. هذا النهار ديالنا حنا فرحانين وكل شيء نساء وذكار بهذه الجمعية. الله ينصر سيدنا والله يجازيها الجمعية، الله يجازيهم. وراه كل شيء اللي عنده شي مرض ولا شي هذا راه اليوم غيشوفوا الطبة. الله يجازيهم بخير، الله يجازي الجمعية، الله ينصر سيدنا. والسلام عليكم.